وللمزيد حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة في العراق لمواجهة جائحة كورونا وآثارها على الحياة المعيشية للمواطن، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي محمد جواد فارس. أهلا بك معنا سيد فارس. تحياتي لكم ولمشاهديكم الأكار. أهلا بك سيد فارس. يعني خلال ال 24 ساعة الماضية، وزارة الصحة في العراق تسجل 4024 إصابة جديدة. هل يمكن الثقة بما يعني تطرحه أو بما تعلنه وزارة الصحة في العراق من أرقام إصابات؟ أعتقد أنه كثير من الدول التي غزتها جائحة كورونا كوفيد 19 اتخذت إجراءات ضرورية، منها تثقيف المواطن بلبس الكمامات واستخدام أدوات التعقيم وغيرها من الأمور. ولكن للأسف أنه في عراقنا لم تتخذ مثل هذه الإجراءات الأولية، وبدأت في هذه الحالة أنه تنتشر كورونا لدى المواطنين، وهذا العدد عدد غير قليل طبعا، ب 4024 اليوم، وهناك عدد من الوفيات أعلنوا عن وجود 12 وفاة في هذا اليوم. الحكومة غير جادة بهذا الإجراء وبما فيها إجراءهم الذي اتخذوه من أجل منع التجول، لأنه هذا الإجراء راح يشل حركة المواطن، وبالتالي راح يسبب للكسبة مزيدا من الإعاقة بالنسبة لكسب مورد العيش الكريم. ولم تتخذ إجراءات مثلا أنه يجب أن تكون هناك سلة غذائية للناس الفقراء والمعدمين، وتعزيز البطاقة التموينية وإجراءات أخرى حتى يستطيع المواطن الالتزام بهذه القرارات التي هي بالتأكيد لمصلحة الناس والآخرين. لكن هذه الحكومات غير جدية في اتخاذ مثل هيك القرارات لازمة ومشجعة على أن المواطن يلتزم بهذه الإجراءات التي هي لمصلحة الناس والشعب والمواطنين بشكل عام. يعني بحسب لجنة العمل النيابية، فإن فاجعة كبيرة قد تضرب محدودي الدخل في حال لم تلتفت الحكومة لهم. السؤال هنا، ما الذي قدمته بالفعل الحكومة لدعم الشرائح الفقيرة قبل اتخاذ هذا القرار، قرار الحظر؟ وكلنا يعلم حتى يعني موضوع الكمامات لم تستطع الحكومة أن تلبيه. بالتأكيد لم تتخذ أي إجراءات أو قرارات جدية لصالح المواطنين، ولذلك حتى أن هذه اللجنة النيابية لم تكن لها أي سلطة تشريعية باتخاذ أمور تخدم هذا الشعب، وإنما نجد أن هناك أعداد غفيرة من الناس يعانون من هذه الجائحة، وعدم اهتمام وزارة الصحة بالمواطنين، بحيث أن المواطنين حسب الإحصائيات المتوفرة حاليا أن هناك 14 مليون عراقي لم يستطيعوا توفير مبالغ لشراء الكمامات أو أدوات التعقيم وغير ذلك، لم توفر لهم، بينما في دول أخرى هناك إجراءات حتى أن شراء هذه الكمامة بأسعار زهيدة لتشجيع المواطنين على اتخاذ هذا القرار من أجل صحة المواطن. وبالتالي هذه الإجراءات كانت مفيدة وقللت من مسألة الجائحة، بحيث أن عدد الإصابات كان أقل. نعم، فرض يعني حظر صحي دون توفير البدائل المناسبة، إلى أي مدى يمكن أن يزيد من حدة الغضب الشعبي بالعراق، خاصة يعني أن مسؤولية الحكومة تقع على الوجهين، سواء رفعت هذا الحظر أو أبقته؟
المواطن اليوم يعاني من قضية مهمة، وهي أنه سعر الدولار ارتفع بالنسبة لهم، والإجراءات اللي اتخذت في وزارة المالية من أجل رفع تسعيرة الدولار أضرت بالمواطن، وبالتالي جاءت أزمة كورونا أن تزيد من هذه الأزمة وشغف عيش المواطنين. والمطلوب الآن أن تفكر جديا بوجود حلول، بس بالتأكيد أنا حسب توقعاتي أن مثل هذه الحكومة التي جاءت بعد الاحتلال لا يمكن لها أن تجد الحلول، لأنه حتى حاليا نجد أن وزارة الصحة لم تهتم بإيجاد أمور للمواطن، مثلا توسيع الخدمات الطبية، إجراءات معينة، توفير الأكسجين مثلا، وإجراءات العلاج اللي ممكن عندما يصل المواطن وهو يعاني من كورونا بعد الفحص. والتوقعات اللي موجودة هي إيجابية هذا الفحص. شكرا جزيلا لك محمد جواد فارس، الكاتب والباحث السياسي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من لندن.